تحت رعاية مؤسسة حياة كريم انطلقت بجامعة المستقبل اختبارات المسابقة المحلية لمايكروسوفت. وعلى هامش الاختبارات هذه تم إجراء عدد من ورش العمل بحضور ممثلي شركة مايكروسوفت ووزارة التربية والتعليم ومدربين من جانب وزارة الاتصالات ومنسقين آخرين من وممثلين عن مبادرة حياة كريم أيضا. النهاردة دي تحضير لمسابقة عالمية في أمريكا، بتحصل في أمريكا الحقيقة، مايكروسوفت أوفيس سبيشاليست. واللي حاصل إن هو إحنا شاركنا قبل كده مصر، كدولة مصر شاركت سنتين اللي فاتوا، وحقيقة في حد مننا طلع من مصر السادس على العالم. قدرنا نعمل الامتحان الأولاني اللي هو على 20,000 طالب، اللي هنطلع منهم 100 طالب من 20 محافظة. جم دلوقتي اللي حضراتكم شايفينهم دولت من 20 محافظة، ودولت هيتم دلوقتي حالا بيتم امتحانهم عشان نطلع منهم الستة اللي هيسافروا ان شاء الله ويمثلوا مصر في امريكا باذن الله. احنا كل سنة جزء من شغلنا بيبقى عندنا مسابقة اسمها مسابقة مايكروسوفت اوفيس على تطبيقات مايكروسوفت، بتبقى في امريكا في الولايات المتحدة الامريكية. فبنعمل الاول مسابقة محلية كل سنة، والناس بتتأهل من المحلية دي تسافر امريكا تمثل مصر. السنة اللي فاتت في ستة سافروا من مصر، والسنة اللي قبلها كان في فائز من مصر على مستوى العالم، بس كانت نتيجة كورونا ما كانش في سفر. شارك طلبة كتير جدا من 20 محافظة او 23 محافظة وتأهلوا، بناخد من كل محافظة عدد معين اللي هم التوب وينرز، وبنعمل المسابقة النهاردة اللي هي التأهيلية. فاحنا طبعا بيبقى فيه اقبال كبير جدا من الطلبة على المسابقة دي وعلى الدورات دي، لانها كلها في التكنولوجيا والعالم كله متجه للتكنولوجيا. السنة دي ثالث سنة للمسابقة ان هي تتعمل، بس كان في ظروف ان هي المسابقة ممكن تتلغي، بس الحمد لله مؤسسة حياة كريمة جت في اخر الوقت، واحنا خلاص الحمد لله واقمنا المسابقة. احنا هنا موجودين، الطلاب بيمتحنوا، وفي الوقت اللي الطلاب بيمتحنوا فيه احنا ما ينفعش نبقى متواجدين معاهم، فعملوا لنا محاضرة. كان المحاضر هو دكتور وليد، وكيل مؤسسة وكيل شركة مايكروسوفت. هو ادانا محاضرة عن الفريلانسنج وازاي الطالب يقدر يخلق الفرصة بتاعته. ان شاء الله احنا برضه هننشر الثقافة دي للطلاب في مدرستنا. احنا مؤسسة حياة كريمة نسقنا مع جهات الشركة مختلفة زي سيرتي بورت، وزارة الاتصالات، وزارة التربية والتعليم، عشان نختار افضل 100 طالب عشان نضمن ان مصر يعني تبقى ليها تمثيل مشرف في المسابقة الدولية اللي هتتعمل في امريكا. بعد الامتحان اللي هيعملوه هيبقى في وركشوبس هتتعمل، يعني هنعرفهم عن حياة كريمة وكده. الحقيقة انا سعيد النهاردة ان احنا بيشرفنا مجموعة من أولادنا تلاميذ المدارس بناء على دعوة كريمة من مشروع حياة كريمة، وعندنا بيبتدوا يشتغلوا على مسابقات في الروبوتكس والكمبيوترز، واللي هيطلع يفوز من هذه المسابقة برضو حياة كريمة عاملة لهم مفاجأة ان هم هيطلعوا يصفوا في الخارج. الحقيقة أنا سعيد لأن مشروع حياة كريمة ده لأول مرة الدولة تهتم بالقرى ذات الاحتياج، ولأول مرة الإنسان المصري يبقى له قيمة. عايزين نرفع مستوى المعيشة، عايزين نرفع مستوى الحياة بتاعته ونؤهل ولادنا. يعني احنا النهاردة اللي بنعمله ده حاجة كويسة، لأن النهاردة بنشجع التلاميذ ان هم يتسابقوا ويذاكروا ويبقوا متوفرين لسوق العمل سواء كان في مصر أو في الخارج. الحين سعيدة جدا النهاردة أن أنا بقابل الولاد اللي مشاركين في مسابقة مايكروسوفت، لأنه مسابقة زي دي بتدعم الشباب وتديهم الفرصة أن هم يثبتوا نفسهم، والفائزين منهم إن شاء الله هيبقى لهم مستقبل بإذن الله يعني مشرق. حتى اللي ما فازوش هم فازوا بتجربة الاشتراك في المسابقة. فإن النهاردة نقابل الولاد ونتكلم معاهم ويعرفوا عن مبادرة حياة كريمة بشكل أكبر، يعرفوا أنه الدولة بتدعمهم، تديهم الفرصة أن هم يعبروا عن نفسهم، تديهم الفرصة أن هم يمثلوا مصر. ده شيء جميل جدا، وشيء مردوده هيبقى في المستقبل، يعني أعتقد أن هو هيبقى فارق مع الولاد دول كتير جدا. الاكسبيرينس ما كانش وحش، أنا عرفت أتصرف وعرفت أستفاد من معلومات جديدة في مع الوقت اللي عرفت أتدرب، والامتحانات برضو عرفت أكتسب أن فيه أنواع أسئلة تانية وفي نوليدج لازم أعرفه، زي مثلا الامتحانات النظري. يعني دي كانت جديدة علي الامتحانات النظري، فأنا عرفت أكسب معلومات بقى اللي أنا أقدر إزاي أتصرف لو مثلا اتسألت كده في
مثلا في الحياة الريل لايف. دي بالنسبه لي تعتبر ثالث سنه انا اخش المسابقه. السنه الاولى دخلت وورد، ثم السنه الثانيه كانت باوربوينت، والسنه الثالثه دي بالنسبه لي اكسل. بس دي اول مره ليا اتصعد على مستوى الجمهوريه، والصراحه دي ادتني خبره عاليه جدا عن طريق ان انا كونت صداقات مع ناس جديده من مختلف المحافظات، وده بالنسبه لي ممكن يكون اهم من المسابقه نفسها. بالاضافه ان انا اتعرفت على نوع من الاسئله جديد، وهو الاسئله النظريه، ودي كانت اول مره اتدرب عليه. حابه اقول ان مايكروسوفت كانت تجربه كويسه جدا ومهمه، قدرنا منها نستفاد خبرات كتير، وكلنا كسبانين بحضورنا هنا. ودي مش اول سنه ليا اشترك، اشتركت السنه اللي فاتت برضو باوربوينت 19، والسنه دي برضو، ولكن السنه دي اول مره صعد للجمهوريه. اكسبيرينس حلوه جدا، فيها خبرات كتير، قدرنا منها نستفاد حاجه كتير جدا، يعني سواء مكسب او خساره. التجربه كانت حلوه خالص، ودي تاني سنه ليا اشارك واتاهل للقاهره، وحبيت اشارك فيها للمره الثانيه عشان حسيت قد ايه مفيده وبنستفاد وكده. وطبعا حابه اشكر جدا 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 التيم بتاعنا بتاع سوهاج، متعاون فوق الوصف، واكبر دليل ان احنا جايين 15 هنا، والمدربين ما سابوناش خالص، كانوا معانا ستيب باي ستيب.